حكم دولي لبناني برز بشكل كبير بالسنوات الأخيرة حتى تم اختياره كأحد حكام كأس العالم للفوتسال 2012 بتايلند. محمد الشامي وقصة مع عالم التحكيم بدأت سنة 2002 وشهدت 19 مشاركة بالبطولات الخارجية بين 5 مباريات نهائية، أولها كان البطولة العربية 2008 بمصر وآخرها بطولة العالم للأندية 2013 باليابان. بلشنا تحكيم فوتبول بلبنان بدورة 2002 ودرجنا طبعاً وصرنا حكيم درجة تانية. لحديت أنا شخصياً ما أخذت الشارة الدولية بال2007، كنت أول حكم بياخذ القرار أنه يفصل بين الفوتبول والفوتسال، واتجهت وقتها لكرة الصالة للفوتسال، ومن وقتها الحمد لله يعني ماشيين بالفوتسال وما عاد حكمت فوتبول نهائياً. كتر خير الله يعني، والحمد لله يعني قلعنا منيح مثل ما بقولوا. كنت بالنخبة من 2010، ترقبت بال2009 بفيتنام، بقطر أول شيء وبعدين بفيتنام، وبلشنا من 2010 بحكام نخبة آسيا، ولحديت هلا يعني الشهر الماضي كمان كنا بماليزيا كان عندي كورس لحكام نخبة آسيا، وبعدنا مستمرين إن شاء الله. ظروف العمل والانتقال للسكن بقطر ما كانوا عم يشكلوا عائق أمام الشامي لمواصلة مسيرته بالتحكيم، ورغم وجوده بلبنان لقضاء إجازة فهو استغل هالشي لإدارة نهائي بطولة لبنان للسيدات بين الصداقة وستارز أكاديمي. بالنسبة لكأس العالم اختاروا 39 حكم، كنا 2 عرب، واحد من آسيا اللي هو أنا، وواحد من مصر. الحمد لله يعني كانت أول تجربة على هالمستوى الكبير كتير. ما في إلا كل الشعور اللي كان يعني أول ما تبلغنا، أكيد يعني ما كنت متخيل أنه يكون أنا من عدد الحكام. محمد الشامي اسم لامع لحكم خلوق، بنتمنى أنه يرتقي بمستواه ونشوفه بكأس العالم للفوتسال 2016 بكولومبيا.